بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله تعالى مرضاته وقربه وثوابه. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: وشرطه أي الوضوء. قال: وشروطه أي الوضوء كشروط الغسل خمسة: أحدها ماء مطلق. ذكرنا لكم الفرق بين تقديم الوصف على الموصوف أو تأخير الوصف عن الموصوف. قال: أحدها ماء مطلق، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة إلا الماء المطلق. وقلنا لكم لو أن إنسان أراد أن يتوضأ وضوءا مجددا، أو أراد أن يغتسل غسلا مسنونا، مفهوم؟ أو أراد أن يغتسل غسلا مسنونا، هل يصح أن يغتسل الغسل المسنون أو يتوضأ الوضوء المجدد بماء مستعمل، بماء متغير تغيرا فاحشا بشيء من الطاهرات، هل يصح ذلك؟ لا. شوف، حتى ولو كانت هذه الطهارة ليست رفع حدث وليست إزالة نجس، مفهوم؟ لا يصح. وهل يحل؟ لا يحل أيضا، لا يحل ولا يصح، مفهوم؟ نعم. قال الشيخ: إلا الماء المطلق. طيب، ما هو الماء المطلق؟ عرفه. قال: وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد. هذا التقييد تقييد إضافة، مفهوم؟ فلا يصح إلا بالماء المطلق، أي الذي ليس بمقيد، ليس بمقيد. ثم بعد ذلك أخذ الشيخ يعدد أفراد الماء المطلق. صاحب أبي الشجاع لما عدد الأفراد قال: ماء السماء، وماء البحر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد، وماء ماء السماء المطر، ماء البحر، ماء العين، ماء البئر، ماء البرد، ماء الثلج، عاد ماء واحد، ماء ماء النهر، سبعة. فهمتم؟ هذه أفراد الماء المطلق عند الشيخ أبي شجاع. هناك أفراد أخرى أيضا، اللي هو كما قال هنا ماء البخار، يعني الماء الذي ترشح عن بخار الماء بواسطة النار. مثلا لو أننا أخذنا نارا ووضعنا عليها ماء هكذا، ويعني أخذنا نبخره بواسطة النار، ثم هذا الماء تكثف ثم تقاطر الرشح، هذا الماء يصح أن نتوضأ به؟ نعم مطلق، هو من أفراد الماء المطلق، من أفراد الايه؟ حتى ماء الندى، ماء الندى. أنت في بعض الأحيان تكون في الأرض الزراعية، تأتي بالليل فتجد على أول النهار الأشجار عليها بعض المياه كده والقطرات، لو أن هذه القطرات جمعت في إناء، هل يصح أن نتوضأ بهذا الماء؟ نعم. فكلها من أفراد الماء المطلق، من أفراد الماء. قال: وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد، وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلى. طبعا هنا هذه كما لا يخفاكم تسمى غاية، وإن رشح، غاية أي أنها هذه الصورة داخلة في أفراد في الحكم، كما يقول بعضهم غاية لتعميم الحكم، وأحيانا هذه الغاية لا تأتي لتعميم الحكم، إنما هي غاية للرد على من يرى خلافها، فيقول هذا غاية للرد، هذه الصورة غاية للرد على رأي الإمام مين؟ الرافع، الذي لا يرى جواز التطهير بالماء المرشح، هذا الماء الذي رشح من بخار الماء الطهور المغلى.
قال أو استهلك فيه الخليط. تعرفون ما معنى استهلك فيه الخليط؟ الماء المطلق وقعت فيه يعني وقع فيه شيء من الطاهرات أو وقع فيه شيء من الإيه من المغيرات، ولكن استهلك هذا الخليط، لم يسلب اسم الماء، لم يسلب اسم الماء، معنى ماء يسير مطلق وبعدين وقعت فيه وقع في كوباية شاي، نظرنا في الشاي وجدنا هذا الشاي لم يؤثر في هذا الماء المطلق، ما سلب اسم الماء منه، غير تغيير يسير شوية ما صار الماء صاف، لكن ما صار شاي، ما صار هذا الماء، يسمى استهلاك الخليط، هذا المخالط استهلك يعني تلاشى، تلاشى فين؟ تلاشى في هذا الماء المطلق. فهل يصح أن نستخدمه؟ نعم يصح أن نستخدمه كطهور. أحيانا بعض الصابون يقع في الماء المطلق فتجد أن الصابون إيه ما ظهرت له قوة، رغوة، لون، رائحة، لا يعني رائحة يسيرة شوية، طعم شوية خفيف، لكنه ما زال إيه الماء يسمى ماء غير مقيد بكونه ماء صابون، هذا يسمى استهلك الخليط، استهلك الخليط إيه، إذن ما زال الماء إيه مطلق، ما زال الماء. متى نقول إن هذا الخليط مؤثر؟ إذا ما سلب الماء المطلق اسمه، سلب اسم الماء، سلب سلب اسم الماء، كان معنا ماء مطلق وهو وبعدين هذا ماء مطلق، وبعدين جبنا كم حباية من الشاي ووضعناها فيه، أو جبنا العلب اسمه إيه ده فتلة الشاي وحطيناها فيه وانتظرنا يسيرا، فإذا بالماء تحول إلى الشاي، فصار كل من نظر إليه قال أنت بتشرب شاي؟ قلت له بشرب ماء باعتبار ما كان، لكن باعتبار الآن شاي، إذن كان ماء لكن لما وضع فيه الخليط سلب اسمه صار شاي، فهمتم؟ جبنا الماء ووضعناه على النار، وجبنا اللحمة حطيناها عليه وصارت تركناها تغلي، فصار هذا الخليط يسلب اسم الماء، فصار كل من نظر إليه يقول هذا مرق، أنت تقول لا هذا ماء، يقول لا هذا مرق، لا لا هذا ماء، لا يا أخي هذا نعم ماء باعتبار ما كان، لكن بعد أن استهلك فيه الخليط، ولكن الخليط هذا فاحش سلب اسمه، صار ماء مقيد بقيد لازم، ماء مرق مش مطلق من القيد، ما صار مطلقا من الايه القيد، مش كده؟ ايوه. عندكم انتم العصير، كثير من العصائر عبارة عن ايه نسبة كبيرة فيها من المياه، فيها شويتين كده من الايه المنكهات وغير ذلك، فيقول لك عصير، عصير التمر، عصير الموز، عصير الباذنجان، في عصير الباذنجان او استهلك فيه الخليط او قيد بموافقة الايه الواقع، يعني ماء البحر باعتبار الواقع يسمى ماء بحر، لكن اذا ما استخرجنا ماء البحر منه، استخرجنا هذا الماء من البحر، صار بعد ذلك ينفك عنه هذا التقييد باعتبار الواقع. كل هذه أفراد للماء الايه للماء المطلق. طيب بدأ يحترز الآن بمقابله، قال بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد ومثل ماء الايه المرق غير مستعمل، غير مستعمل، فهمتم؟ بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا كماء الورد، ماء مطلق غير مستعمل، ماء مطلق غير مستعمل، هنا هذا إيه الآن بدأ يشرع الشيخ في الآن هذه إلى قوله ما لا يذكر إلا مقيدا، فهذا إيه هذا ليس بماء مطلق. طيب ما الذي ليس بماء مطلق؟ يقول الذي ليس بماء مطلق الماء المستعمل، لأن هذا الاستعمال سلب صلاحية الماء المطلق للتطهير، سلب عنه صلاحيته للتطهير، فصار هذا الماء إيه غير رافع وغير مزيل، أي لا يعتد به في الرفع ولا في الإزالة،
لماذا؟ قال لكونه اتصف بصفة الاستعمال. طيب ما هي صفة الاستعمال المؤثرة؟ يقول لك غير مستعمل في فرض طهارة. إذن الصفة الأولى التي إذا ما وجدت في الماء يعني إيه قيدته بوصف الاستعمال وسلبت منه الصلاحية، الاستعمال في فرض الطهارة، الاستعمال في فرض الطهارة. الشرط الثاني قلة الماء. الشرط الثالث انفصاله. الشرط الرابع عدم نية الاغتراف. هذه أربع شروط إذا توفرت في الماء المطلق صيرته مستعمل، صيرته إيه؟ مستعمل. إذن كما مرت معنا العبارة في بشرى الكريم نعيدها مرة أخرى. ويبقى هنا قال الشيخ هنا في البشرى، قال ويستمر التطهير للماء أي المطلق إلى أن يتغير. سيأتي معنى التغير، التغير الفاحش يعني التغير بشيء من الطاهرات إلى أن يتغير أو يستعمل أو ينجس. هذه ثلاثة الإيه السوالب، واحد منها يسلب يعني كاف في سلب الإيه الطهورية عن الماء المطلق. فقال هنا الشيخ غير مستعمل في فرض الطهارة من رفع حدث أصغر أو أكبر ولو من طهر حنفي لم ينوي، تمام، ولو من طهر حنفي لم ينوي أو صبي لم يميز لطواف وإزالة نجس ولو معفوا عنه قليلا، أي حال كون المستعمل قليل أي دون القلتين، تمام. هذه الآن يعني شروع في أحكام الماء الإيه المستعمل. طيب ما هو الماء المستعمل؟ يقول لك العلماء الماء المستعمل هو الذي استعمل في فرض الطهارة، لكن المراد بالفرض هنا ليس ما اصطلح عليه أن الفرض يعني إيه ما كان يثاب على فعله ويعاقب على تركه وكان جزءا من الماهية، إنما المراد بالفرض ما كان لابد منه، ما لابد منه، فيشمل الشرط ويشمل الفرض. فيقول لكم الشيخ هنا مراده يعني غير مستعمل في فرض الطهارة، لاحظ ماذا قال المحشي، أي غير مؤد به ما لابد منه، غير مؤد به ما لابد منه. فمرادهم بالفرض لما عرفوا الماء المستعمل قال هو ما استعمل فيما لابد منه، أثم الشخص به أم لا، عبادة كانت أم لا، تعميم للصور عبادة كانت أم لا. فعلشان نعمم الصورة فيقول لو أننا استعملنا الماء المطلق في وضوء هو واجب يعني في رفع حدث كان محدث أتى بماء وتوضأ به، الماء الذي رفع به الحدث الذي تطاير مش الماء المتبقي في الإناء الذي تطاير من وجهه ومن يديه وما كان من آثار مسح رأسه وما كان من آثار التطاير من قدميه هذا مستعمل، لكن المستعمل ما كان قد رفع به الحدث اللي هو الغسل الأولى، الغسل الإيه الأولى. أما الثانية والثالثة هذه سنة، الماء الذي استعمل في الأغسال المسنونة هو مستعمل عرفا لكن غير مستعمل حكما، ما زال طهور، ما زال إيه طهور، إذن لأنه ما استعمل في فرض الطهارة إنما استعمل في مندوبها، في إيه في مندوب الطهارة، فهمتم؟ فإذن فرض الطهارة ما كان فرضا أي رفعا للحدث وإزالة للنجس أو ما كان مستعمل فيما لابد منه كما في صورة الصبي غير المميز. هذا الصبي غير المميز غير مكلف، لكن لو أراد والده أو وليه أن يطوف به وقد أحرم عنه في النسك مثلا، فهمتم؟ أحرم عنه في نسك حج أو عمرة ثم أراد أن يطوف به، لا يصح طواف هذا الصبي غير المميز حتى يوضأ، ومن الذي سيوضئه؟ وليه. طيب الوضوء هذا يصح من الصبي غير المميز، أليس من شرط التمييز، أليس من شرط صحة الوضوء التمييز؟
قالوا نعم، لكن هنا ايه يستثنى للضرورة، فهمتم؟ طيب لما أننا استثنينا صورة الوضوء وصححنا وضوء الصبي غير المميز إذا وضأه وليه ونوى عنه، ما حكم مائه الذي توضأ وضئ به؟ الماء الذي وضئ به مستعمل، مع أنه لا إثم عليه لو أنه لم يتوضأ، هو غير مكلف، فهمتم؟ لكن لما أراد الولي أن يعني إيه يصحح عبادته ويثاب على هذا الطواف، قالوا لا يثاب حتى تتوفر فيه الشروط، مفهوم؟ نعم، ننزله منزلة العاقل، فهمتم؟ فلذلك ماء وضوئه يوصف بالاستعمال مع أنه لا إثم في تركه. هذا قالوا ما استعمل فيما لابد منه، أثم الشخص بتركه أم لا؟ عبادة كانت أو كانت أم لا؟ كما في غسل الكافرة إذا مات كان زوجها وحليلها مسلم، الرجل مسلم تزوج بامرأة كتابية، المرأة الكتابية حاضت، بعد أن حاضت طهرت يعني قطع عنها الحيض، هل يحل لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل؟ لا يحل. طيب فتذهب تغتسل، فاغتسلت، هل هي يعني مسلمة؟ هي كافرة، اغتسلت ونوت الاغتسال لتحل لحليلها ايه المسلم، هنا جاز لحليلها المسلم أن يطأها بعد ذلك لو أراد. طيب ماء غسلها لكي تحل لحليلها المسلم ما حكمه؟ مستعمل، مع أن هذا الغسل عبادة في حقها أم ليس بعبادة؟ ليس بعبادة. كيف ليس بعبادة وأنزلتم عليه حكم الاستعمال؟ لأنه استعمل فيما لا بد منه لتحل لحليلها المسلم، لهذا لا يحق لحليلها المسلم أن يأتيها حتى إيه تغتسل، مفهوم؟ ولا يقول لها هي كافرة ما تستاهلش، هي إيه كافرة ما تستاهلش، لا هي كافرة ولكن تعلق الحكم الشرعي المتعلق بك على غسلها، توقف عليها على غسلها يعني حل وطئها، فهمتم؟ فماؤها المستعمل في هذا الغسل نصفه بالاستعمال ولا ولا نحكم عليه بالمطلق، فهمتم؟ طيب نأتي إلى صورة أخرى. إيه الصورة الأخرى؟ مذهب الأحناف، إنسان حنفي خالفنا الرأي في مسائل الوضوء، مسائل الطهارة، خالفنا الرأي، توضأ هذا الحنفي بما، والحنفي يعني لا 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 ليس من فروض الوضوء عنده إيه النية، فتوضأ بهذا الماء ولم ينوي، يعني لو أن شافعي، لو أن شافعي أوكي فهمتم، شافعي المذهب جاء و توضأ بماء ولم ينوي، فماذا نقول عن وضوئه؟ لا يصح. طيب الماء الذي استعمله في هذا الوضوء ما زال مطلق، ما زال ايه مطلق، لأنه ما أدى به ما لابد منه، فهمتم؟ هذا شافعي وهذا الوضوء لا يصح عند الشافعي، فإذا الماء ما زال على وصف الطهورية. ايه هو ايش من ماء الذي استعمله يعني، فهمتم؟ طيب الحنفي توضأ وضوءا معتبرا في مذهبه، فإذا هذا الماء وإن كنا نقول إن الوضوء حقه أم وضوءه غير صحيح، لكنه صحيح في مذهبه ومعتقده، وبالتالي نحن فلا نصف فلا يعني نبقي هذا الماء على الإطلاق، نقول هو مستعمل، هذا الماء إيه؟ مستعمل، فهمتم هذه الصورة؟ ولهذا يقول ولو من طهر حنفي، مش من طهر حنفية، حنفية مش الحنفية ده، من طهر حنفي يعني حنفي المذهب، فهمتم؟ ولهذا يقول ولو من طهر حنفي، ما معنى من طهر حنفي؟ لو أن الحنفي استعمل هذا الماء في طهر وضوء أو غسل، وضوء أو غسل، فهذا الوضوء معتد به عند الحنفي، هذا الغسل معتد به عند الحنفي،
فإذا في معتقده هذا الوضوء هذا الطهر صحيح. فنحتاط نحن ونقول أيضا نصفه بالاستعمال. فهمتم؟ اقرأ العبارة بس انتبهوا تقرأوا التعليق بتاع الراجل اللي ما بيفهمش ده. التعليق اللي الراجل ده اللي ما بيفهمش ما تقرأوش إلا ما كان من التعليقات التي كتبها المؤلف على حاشيته، أما ما كان من تعليقات الرجل هذا اللي ما بيفهمش بلاش منها. يعني إحنا مش يعني مش يعني مش فاضيين يعني للصداع. في ناس كده بيكتب كده من عنده حكة، يعني مفهوم التعصب مش عارف إيه التعصب، هذا مش تعصب، إحنا بنقرر مذهب، المذهب هذا له أصوله وله قواعده. فنحن نحتاط نقول إن الحنفي وضوء صحيح ما عندناش مشكلة، توكل على الله. فأنتم اختلاف الرأي في هذه المسألة والمدرسة ونحو ذلك. مسألة الاختلافات وكيف نقرر التعصب من عدمه هذا تحتاج إلى بحث آخر. على كل حال يقول نعم نحتاط، فسنحتاط في هذه المسألة احتياطا نصف هذا الماء بالاستعمال. قال ولو من طهر حنفي لم ينوي، ما رأيك لو أن هذا الشافعي لم ينوي؟ نقول وضوءه غير صحيح والماء ما زال على طهوريته، مش كده؟ لكن لأن الحنفي في معتقده هذا الوضوء صحيح، فبالتالي نبني عليه إيه؟ الحكم في الماء، فنصف الماء بالاستعمال احتياطا في الباب. فهمتم؟ نحتاط. قال أو صبي لم يميز لطواف، يعني توضأ الصبي أي وضأه وليه، الصبي غير المميز. طيب لو أن هذا الصبي غير المميز توضأ ليصلي مثلا، صلاته غير صحيحة لأنه غير مكلف أصلا، لأن النية غير معتبرة ولأن طهارته غير صحيحة، مفهوم؟ وبالتالي ما زال الوضوء على الماء ما زال على طهوريته. لكن لما والده أو وليه أراد استصحابه في الطواف فنقول لا يصح أن تستصحبه حتى إيه؟ حتى توضئه، حتى توضئه، فوضأه للضرورة لكي يثاب على هذه العبادة. فوضوءه ماء الوضوء الماء الذي إيه؟ توضأ به مستعمل، لأنه استعمل فيما لا بد منه، ولو لم يأثم بالترك، ولو لم يأثم بالترك. قال وإزالة النجس، إذن أيضا الماء المستعمل في إزالة النجس ما حكمه؟ غير طهور، هو مستعمل. لكن متى نصف الماء الذي استعمل في إزالة النجاسة بالاستعمال ولا نصفه بالتنجس؟ إذا كان قد توفرت فيه شروط مسألة الغسالة، مفهوم؟ إذا كان قد استعمل عليه وفق شروط مسألة الغسالة، وغسالة قليلة منفصلة وقد منفصلة بلا تغير ولا زيادة وزن، وقد طهر المحل طاهرة، مش طهور، مش متنجسة، طاهرة. سيأتي معنا شرحها، أي أن الماء الذي يستعمل في إزالة النجاسة الأصل أنه متنجس، مش كده ولا لا؟ متنجس. لكن متى نقول أنه طاهر مستعمل وليس بمتنجس وليس بطهور؟ إذا ما توفرت فيه شروط مسألة الغسالة، مفهوم؟ إيه هي مسألة الغسالة؟ خلوها على جنب كده، سنأتي ونشرحها في وقت آخر. فهمتم؟ سيأتي كلام فيها، واضح؟ إذن انتبهوا لهذه العبارة، لأنه ربما يأتي إشكال، كيف ما استعمل في إزالة النجاسة وما زال يعني استعمل في إزالة النجاسة ووصفناه بالاستعمال ولم نصفه بالتنجس، مش كده؟ هذا الإشكال ممكن ينقدح في ذهن بعضكم، مش كده؟ يقول لا تخف، هذا الإشكال يزول إذا ما كان هذا الماء في هذه الطهارة راعينا فيها شروط مسألة الغسالة، راعينا فيها شروط مسألة الإيه؟ الغسالة. فحينئذ سيكون الماء الذي استعمل في شروط مسألة الغسالة طاهر وليس بمتنجس وليس بطهور أيضا. فهمتم؟ ولهذا يقول وإزالة نجس ولو معفوا عنه.
أي لو أن إنسان في ثوبه نجس، في ثوبه نجس، أو في بدنه نجس، أو في مكانه نجس، معفو عنه، معفو إيه؟ عنه، لا يعني بأن كان غير مغلظ، بأن كان دم أجنبي قليل، أو أن كان مثلا ونيم ذباب ونحو ذلك، ولو كان كثيرا. فهذه المعفوات في إيه؟ في أحكام النجاسات في باب المياه، مفهوم؟ أو حتى لو قلنا في باب الإيه؟ في باب الصلاة، لكن أراد الآن أن يطهرها بالماء، فإذن هنا معفوات في باب الإيه؟ في باب المياه. فالذي حصل أنه في باب المياه غير عندنا في باب النجاسات في باب الصلاة ونحو ذلك. فإذن عندنا نجس معفو عنه، جئنا لنغسله بالماء، فما يخلص من هذا الماء ما حكمه؟ نقول هذا الماء مستعمل إذا ما توفر في شروط الإيه؟ الغسالة. ولا نقول أن هذا الماء طهور، لأن الأصل أن الحكم غير معتبر لقيام العفو، لقيام الإيه؟ يعني لو لم يغسله عبادته صحيحة، صلاته صحيحة، طوافه صحيح، لكن لما غسله صار الماء مستعمل. فهمتم؟ نعم. قال الشيخ: وإزالة نجس ولو معفوا عنه. طيب لو أن معنا ماء استعملناه في تطهير الأواني، غسلنا الأواني كده، كوباية شاي، شربنا الشاي وجبنا المية وغسلنا الكوباية، فهمتم؟ غسلت اليد قبل الطعام، بعد الطعام، الماء الذي يكون من آثار غسل اليدين قبل الطعام، ما حكمه؟ مستعمل ولا طهور؟ مش هنفكر، ده مسألة صعبة أوي. هي ده لم يأتي بها الإمام الشافعي، سأكون مجتهد أنا الآن. إيه حكمها يعني؟ واحد سيأكل طعام، قالوا له اغسل يديك علشان كورونا، فبعض الناس يأكل قبل الطعام ما يغسل يديه عشان كورونا اليومين دول يغسل يديه، هل يثاب ولا لا يثاب؟ البواعث اللي هي مسألة التشريك في النية، فهمتم؟ التشريك في النية، البواعث، الخلاف اللي الذي مر الثلاثي. طيب على كل حال، الآن غسل يديه قبل الطعام، الماء الذي تطاير ونزل من يديه بعد الغسل ما حكمه؟ طهور ولا مستعمل؟ طهور، طهور، لأن هذا ليس بعبادة ولا شيء يعني، هذا فهمتم؟ واضح؟ واحد اغتسلت للتبرد من غير صابون، انتبهوا، ما فيش صابون ولا أي شيء، اغتسل للتبرد ثم جمع الماء الذي اغتسل به، بعدين لما أحدث توضأ به، ما حكم وضوئه؟ صحيح. فهمتم؟ كيف؟ مع أنه استعمله، بس استعمله في غسل التبرد، والماء ما زال على طهوريته لأنه لم يتغير وصفه، طعمه، لونه تغيرا فاحشا. فهمتم؟ هكذا، واضح هذا؟ حلو، جميل. قال قليل، هذا الشرط الثاني من شروط الوصف للماء بالاستعمال. إذن الوصف الأول، الشرط الأول لنصف الماء بالاستعمال، إيه هو؟ أن يستعمل فيما لا بد منه. فإذا استعمل في غسل تبرد، استعمل في غسل مسنون، هذا كل ماء ما زال مطلق، مش كده؟ أو استعمل في غسل نظافة من غير استعمال صوابين ونحو ذلك من سوالب الطهورية، فالماء ما زال على طهوريته. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إيه هو؟ بعد استعمال فيما لا بد منه، الشرط الثاني قلة الماء. ما معنى قلة الماء؟ أي أن يكون الماء دون القلتين، أن يكون الماء دون القلتين، هذا معنى قلته. قليلا قال، أي قليلا حال كون الماء، حال كون المستعمل قليلا، أي دون القلتين. فما معنى هذه المسألة؟ لو أن الماء المستعمل هذا الذي استعمل في فرض الطهارة أو استعمل في ما لابد منه جمع فبلغ دون القلتين، فإذن هذا الماء مستعمل. لكن لو أنه جمع فبلغ قلتين أو ما زال على كثرته، يعني الناس الآن عندنا كان في كثير من البلدان تسمى الجوابي أو الخوابي. ما معنى الخوابي؟ زي المسبح الآن، تعرفون المسبح؟ مسبح فيه ماء قلتين فأكثر. تعرفون المسابح الآن ما شاء الله
فيها كم قلة من الماء؟ ممكن 50 قلة ولا حاجة، ممكن أكثر من 1000 قلة. لا، فيأتي هذا زيد وعليه جنابة فيغتسل في هذا المسبح، ويأتي عمر وعليه جنابة ويغتسل، ويأتي بكر ويتوضأ نوية الطهارة. آثار الماء الذي من وجهه تسقط على المسبح، تعود على نفس المسبح. الله، كلهم يستعملونه. وفي بعض المساجد عندنا في بلدنا في حضرموت، هناك ليست حنفيات بس، في حنفيات وفي جواب أحواض فيها قلتين، مفهوم؟ فيأتون الناس يغتسلون فيها ويتوضؤون فيها، مفهوم؟ ويبقى هذا الماء في الحوض لمدة يومين كده، يومين ثلاثة أيام، بعد ذلك يسقون به المزرعة، يخرجوا صرف في المزارع في النخيل ونحو ذلك. هذا الماء الذي في الجابية لمدة يوم يومين، يعني هو قلتين، فمهما جاء المغتسل فيه واغتسل لرفع الحدث، جاء الأكبر، جاء والمتوضئ وتوضأ لرفع إيه؟ الحدث الأصغر، سيبقى الماء طهور، مع أنه رفع إيه؟ رفع حدثا، ومفهوم رفع إيه؟ حدثا، بل رفع أحداث عن كثير من الناس. لماذا هو طهور؟ لكثرته. فالماء الطهور الكثير فيه قوتان، قوة الدفع وقوة الرفع. قوة الدفع أي أنه يدفع وصفه بالاستعمال، فلا نستطيع أن ندفعه، أن نصفه بالاستعمال. لماذا؟ لقوة الدفع التي فيه. لا نستطيع أن نصفه بالتنجس، لأنه لم يتغير بنجاسة، فإذا فيه قوة الدفع، يدفع عن نفسه وصف الاستعمال، يدفع عن نفسه وصف التنجس طالما أنه كثير. متى يضعف؟ إذا ما تنجس وتغير بالنجاسة، أو إذا ما استعمل وقل حين الاستعمال، مفهوم؟ أو بعد الاستعمال كان قليل، خلاص الآن ضعف، شاخ في السن، كبر سنه وما استطاع أن يدفع الوصف عن نفسه. نقول معلش انتظر حتى يأتيك الكثير، فإذا ما كوثر عاد قويا، فهمتم؟ فلهذا يقول قلة الماء، قلة الماء، أيوة. قال أي قليل، قليلا أي حال كون المستعمل قليلا، أي دون القلتين. طيب، فلنفترض أن عندنا الآن الماء دون القلتين، الماء إيه؟ دون القلتين، وأتينا إليه واستعملناه في رفع الحدث أو في إزالة النجس، يعني ما كان من الماء قد استعمل في رفع الحدث ثم جمع فكان قلتين، استعمل في إزالة النجس فجمع فكان قلتين، فكان دون القلتين، فهمتم؟ فهو مستعمل، مش كده؟ سيبقى مستعمل. هل ممكن نجعله طهور؟ هل ممكن نجعله طهور؟ أن نجعله طهور؟ نعم، قالوا ممكن نجعله طهور بأن نكاثره، بأن نكاثره. لهذا قال فإن جمع المستعمل، انتبهوا لهذه المسألة، فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر، أي عادت إليه القوة مرة أخرى، فهمتم؟ إذن عندي الماء الآن، أنا معي مية قدر إيه؟ 3 لتر، توضأت بها في وجهي وفي يدي وفي رأسي، ولكن كل ما أتوضأ به، ما كان يتطاير من وجهي أجمعه في الحوض، ما كان يتطاير من يدي أجمعه في الحوض، ما كان يتطاير من رأسي من رجلي يتطاير يعني أجمعه في الحوض، بعد ذلك جمعته ووضعته في إناء. فإذا هذا الماء إيه؟ ما حكمه؟ مستعمل. ما يجيش واحد تاني يقول طيب هات المية بتاعتك أتوضأ بها أيضا، ما ينفعش. زيد توضأ بالماء، آثار الماء هذا اللي هو إيه؟ بقية الماء الذي تطاير من وضوئه اللي هو الوضوء، هذا مستعمل. فما يجيش عمر يقول لزيد هات المية بتاعتك أتوضأ بها أيضا، يقول له لا هذه مستعملة. قال طيب متى يعود الماء الآن المستعمل طهور؟ قالوا يعود الماء المستعمل طهور بالمكاثرة، بأن نكاثره. كيف نكاثره؟ يعني نجيب له مية طهور ولا نجيب له مية مستعملة؟ في الحالتين،
الحالتين. لو أننا كاثرناه بأن جمعنا المياه المستعملة القليلة، ده معه لتر مستعمل وهذا معه لتر مستعمل وهذا معه لتر مستعمل، فبلغت المياه المستعملة 217 لتر، بلغت قلتين، عادت المياه المستعملة إيه؟ طهورا. فهمتم؟ طيب لو أن معنا الماء المستعمل عددها 100 لتر، ومعنا 100 لتر أو 150 لتر طهور مطلق، فجمعنا هذا مع هذا عاد الكل طهور. فهمتم؟ هذه. أو معنا ماء مستعمل وماء متنجس، ماء مستعمل وماء متنجس، ماء مستعمل وماء متنجس، جمعنا الكل فبلغ قلتين ولا تغير، عاد الكل إيه؟ طهور. شفتم إزاي؟ إذن الكثير فيه قوة الدفع، الكثير فيه قوة الإيه؟ الدفع. فهمتم هذه؟ هذه المكاثرة. فقال الشيخ قال فإن جمع، فإن إيه؟ جمع. فإن جمع المستعمل، المستعمل بس ولا حتى المتنجس؟ حتى المتنجس، يعني انتبهوا، لأن هنا يتكلم عن المسألة في الاستعمال، لكن حتى المتنجس لو جمع فبلغ قلتين جمع، لكن متنجس مش جمع ببول، مش نجيب 100 قلة بول، عفوا يعني نجيب عفوا 100 لتر بول و100 لتر مستعمل، لا، كوثر بالماء متنجس، كوثر بالماء المستعمل، مش كوثر بال، يعني عندنا ماء بلغ قلتين إلا 50 لترا، قالوا ما فيش 50 لتر مية، نجيب، قال يلا نقول نجيب 50 لتر من الماء من البول، لا، هذا نجس، النجس لا يكاثر به ولا يفاخر به أحد. الآن أنت إيه رأيك؟ يعني لو أن في المسلمين كفار، هل الكفار دول يعني يعتد بهم؟ ما يعتدوش بهم. لا تتكاثر بمن ليس من جنسك، تكاثر بمن كان من جنسك ولو كان إيه؟ مقصر، حتى ولو كان إيه؟ مقصر، يعني مهما كان من جنسك حتى ولو كان مقصر ضمه إليك فأنت به كثير، من غير جنسك ليس من، ليست به كثير. إيه رأيك لو أننا معنا بلغ النصاب من الإبل، يعني بالبقر ما يبلغش النصاب لأنه ليس من جنسه. طيب أنت طالب العلم علشان تطلب العلم وتصل فيك تكون فيك قوة الرفع والدفع، لا تجالس من ليس من جنسك لأنك لن تبلغ قلتين، ستبقى ضعيف، فيك فيك صح في قوة الرفع لكن فيك ليس فيك قوة الدفع. متى تدفع عن نفسك الفتور؟ متى تدفع عن نفسك الجهل؟ إذا ما كنت في بيئة صالحة، اللي هي إيه؟ بني جنسك، تجالس طالب علم، تساير طالب علم، كلها من نفس المسألة، هذه كلها من نفس أحكام القلتين أنتم أيوة انتبه، بارك الله فيك. طالب العلم لا تجالس من ليس طالب علم لأنك لن تبلغ به القلتين، لن تصير فيك قوة دفع ولا قوة إيه؟ رافع. انتبه حذاري حذاري، بارك الله فيك. يعني طيب الفيسبوك ده من جنسك ولا من غير جنسك؟ ده نجاسة مغلظة انتبه، يعني هذه ملهيات، انتبه من الملهيات. طيب على كل حال، قال الشيخ فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر. انتبهوا لهذه المسألة. طيب ما الذي يحصل الآن في مسائل تكرير المياه؟ يطبقون هذه المسألة، يطبقون هذه، فيجمعون المياه التي من الصرف وهي بعضها مستعمل وبعضها متنجس، مش كده؟ ثم ماذا يفعلون؟ يدخلونها آلات التكرير وإيه شفط الشوائب وعملية التنقية، مش كده؟ بعد كده يطلع المية إيه؟ تطلع المياه صافية لكن إيه؟ ما حكمه حينئذ؟ إذا كانت قد جمعت بعد التكرير والتنقية وشفط الشوائب، جمعت فبلغت قلتين ثم بعد ذلك فرقت، حتى ولو فرقت إلى دون القلتين فتعود طهورا. فهمتم؟ فلابد من الجمع والبلوغ قلتين لابد من الجمع
وكونها حال الجمع قلتين وإن تفرقت بعد ذلك. لهذا قال كما لو جمع المتنجس، انتبهوا لهذه المسألة، كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير، ولم يتغير، ما هو حكمه؟ يعود طهور. شفت ازاي؟ ايوه. قال وان قل بعد تفريقه كما شرحت لكم، حتى وان قل بعد الايه التفريق ليس بمشكله، لانه بعد ان جمع فبلغ قلتين ولا تغير في المتنجس او ولا يعني والمستعمل بلغ قلتين، حتى لان المستعمل ما يوجد فيه تغير، ما فيش، لا نشترط التغير لانه ما زال على يعني عدم سلب الاسم، ما زال اسمه باقيا يعني، لكنه مستعمل. فإذا ما بلغ قلتين عاد طهور، عاد ايه؟ عاد طهور. وإن قل بعد، وإن قل بعد بإيه؟ بتفريقه. فعلم، ما الذي علم من هذا الكلام؟ قال علم أن الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الماء. الاستعمال لا يثبت إلا مع قلة الايه؟ إذن الشرط الثاني، إذن الاستعمال في فرض الطهارة، الشرط الثاني قلة الماء. وبالتالي كما شرحت لكم الماء إذا ما كان في أحواض كالجوابي والخوابي مفهوم والمسابح وهي قلتان فأكثر، فلا يثبت لها ولا يثبت فيها وصف الاستعمال للكثرة، لأن الماء كثير. فهمتم؟ الماء إيه؟ كثير. نعم، لا يثبت إلا مع قلة الماء. الشرط الذي بعده قال أي وبعد فصله عن المحل المستعمل، اللي هو إيه؟ أن ينفصل قلة الماء الاستعمال فيما لابد منه الانفصال. ما معنى الانفصال؟ أي أن ينفصل عن العضو الذي استعمل في رفع الحدث، استعمل فيه لرفع حدثه. طالما أن الماء على العضو يتردد على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال. يعني لو أنني أتيت بغرفة من الماء واستعملتها في رفع الطهارة عن الوجه، ثم أخذت أكررها، أخذ آثار الماء طالع نازل طالع نازل، فأنت هذا الماء ما زال على طهوريته. فإذا ما انفصل وتطاير جمعناه بعد ذلك في الحوض، إذن هذا الماء منفصل، هنا ثبت له حكم الاستعمال. الماء الذي أستعمله لرفع الحدث عن يدي هو كان في الكف ثم سار إلى الذراع ثم وصل إلى العضد ثم عاد مرة أخرى إلى الذراع ثم عاد إلى الكف، ما زال على وصف الطهورية. حتى إذا منفصل وتطاير ما يتطاير منه نحكم عليه بالاستعمال، ما كان موجودا يتردد على العضو ما زال على طهوريته. فهمتم؟ الانفصال هنا ما هو نوعه؟ قالوا عندنا انفصال حكمي وانفصال حقيقي. الانفصال الحقيقي هذا الذي ينفصل حقيقة يعني ويتطاير ويصل إلى الأرض أو نحو ذلك. في انفصال حكمي أي ما كان قد جاوز محله، جاوز إيه؟ محله. عندي ما كان في وجهي، غسلت به وجهي، تطاير إلى صفحتي العنق، هذا ما وصل إلى صفحتي العنق وجاوز ما لا بد من غسله، إذن هنا صار مستعمل. الماء الذي استعملته في اليد فجاوز اليد الذراع العضد ووصل إلى المنكب، العظمة التي المفصل الذي يكون ما بين عظمة العضد والكتف، هذا المنكب. فهمتم؟ تجاوز العضد ووصل إلى المنكب ما زال مترددا في الحس، ما انفصل، لكن في الحكم هو منفصل. فإذا ما جاوز ووصل إلى المنكب نحكم عليه بالاستعمال حتى وإن عاد بعد ذلك إلى العضد. يعني لو أن لمعة في اليد في الذراع لم تنغسل، بقيت لمعة في يدي لم تنغسل في الغسلة الأولى، فلما جاوزت الماء وأوصلت إلى الكتف رجعت ببعض الماء إلى هذه اللمعة فغسلتها،
ما حكم غسلي لهذه اللمعة؟ غير صحيح، لأن هذا الماء الذي يعني استصحبته لغسل تلك اللمعة مستعمل. كيف مستعمل؟ ما زال في يدي. لا، بعد أن جاوز الكتف، بعد أن جاوز المنكب فهو مستعمل، مفهوم؟ يعني لو أن عندي ماء تطاير من وجهي ثم أخذته من الحوض بعد أن تطاير من وجهي ثم غسلت به لمعة في الوجه، ما يصح لأنه مستعمل. فهمتم؟ واضح؟ طيب، هذا إيه؟ المستعمل حكما، المستعمل حكما، عفوا، المنفصل حكما مستعمل كالمنفصل حسان، مفهوم؟ طيب، ما المنفصل آخر؟ متى نقول إن الانفصال لا يؤثر؟ إذا كان مما يغلب فيه التقاذف، يعني الماء في هنا، الماء هنا في كفي، عملت كده اخترقه الهواء ووصل إلى المرفق، فهمتم؟ بيحصل كده ولا ما بيحصلش؟ تعمل كده، يتطاير الماء، يخترقه الهواء لكن يصل إلى الساعد، مش كده؟ هذا إيه، انفصال ولا مش انفصال؟ انفصال، لكن له حكم الاتصال. هذا منفصل في الحس، اخترقه الهواء له حكم الاتصال، لأن هذا الانفصال مما يغلب فيه التقاذف فيغتفر، فيغتفر. واحد بيغتسل في الجنابة، من الجنابة، صب الماء على رأسه، نزل الماء من على وجهه، ما زال متصل، مش كده؟ تطاير الماء من على ذقنه ولحيته ثم وصل الماء إلى صدره، اخترقه الهواء لما اخترقه الهواء؟ لكنه هنا غسل صدره بهذا الماء الذي تطاير من وجهه، ما حكمه؟ صحيح، ما زال الماء طهور، لأن هذا الانفصال له حكم الاتصال، لأنه مما يغلب فيه التقاذف. طيب، لو أن هذا الماء تطاير من وجهه ووصل إلى ركبته، لا، ده منفصل، لأنه ليس مما يغلب فيه التقاذف، الركبة بعيد من الصدر، فهمتم؟ تطاير من الكف ووصل إلى المنكب، ده أنت بتعمل إيه ده؟ بتغسل ولا يعني تتصارع مع الماء؟ هذا مما لا يغلب فيه التقاذف، فله حكم الانفصال لأنه منفصل حكما وحسا. فهمتم هذه المسألة الآن؟ إذا عندنا منفصل حسا ومنفصل حكما، عندنا متصل حسا ومتصل حكما. ما هو المتصل الحكمي؟ فيما كان مما له، مما كان، مما يغلب فيه التقاذف، فهمتم؟ في الجنابة يغسل وجهه فيتطاير الماء إلى صدره، هذا التقاذف حصل فيه الانفصال لكن له حكم الاتصال، الماء ما زال مستعمل، ما زال طهور، عفوا، ما زال ايه؟ طهور. الماء تطاير من وجهه فوصل إلى قدمه أو ركبته، إذا انفصل، مستعمل، فهمتم؟ الماء في 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 الكفين تقاذف إلى الساعد، اخترقه الهواء، هذا انفصل، لكنه متصل حكما لأنه مما يغلب فيه التقاذف، مش كده؟ لكن لو انفصل من الكف ووصل إلى العضد أو إلى المنكب، ده مستعمل، فهمتم؟ نعم. قال بعد ذلك، إذن الانفصال وبعد فصله عن المحل المستعمل ولو حكمان، كأن، تصوير، تصوير، كأن جاوز منكب المتوضئ، واضح الصورة؟ الماء الذي يجاوز منكب المتوضئ، إذن الماء وضعه في كفه، سار به إلى ساعده، أوصله إلى عضده، وأوصله إلى منكبه، ما زال في الحس متصل لكن في الحكم منفصل، فإذا ما وصل إلى المنكب مستعمل. لو أعاده إلى ساعده وغسل به بقعة لمعة لم يصلها الماء، نقول لا يعتد بهذا الغسل، مش كده؟ لأنه صار مستعمل بالمجاوزة للمحل، فهمتم؟ أيوة. قال ولو حكما كأن جاوز منكب المتوضئ أو ركبته. طيب، ركبة مين ده؟ ركبة مين؟ ركبة الايه؟ متوضئ. ايه علاقة الركبة؟ لانه طلع الماء من قدمه، هو بيغسل قدمه، يغسل قدمه، تمام يا شفيق، بيغسل قدمه،
وبعدين لما غسل القدم جاوز بالماء إلى الساق، مازال طهور، مازال متصل، وأوصله إلى الركبة، لأنه الآن من لا حكم التحجيل، لا أراد سنة التحجيل، مازال طهور، وأوصله إلى ما جاوز به الركبة، إذن فيه الآن في أول الفخذ، لا خلاص مستعمل. كيف مستعمل؟ ما هو قدامي أهو مازال متصل. قالوا نعم هذا متصل في الحس، في الحس، لكن في الحكم حكمهما مستعمل، لأنه جاوز محله. ما عندناش حاجة في الوضوء اسمها غسل الفخذ. لا يوجد عندنا شيء، الفخذ لا تغسل في الوضوء. انت بتغسل فخذك ليه؟ ما عندكش قدم؟ لا، موجود القدم والساق، خلاص إذن لا تغسل، لا تغسل فخذك، يعني مفهوم، تكشف عورتك كمان. لا غلط. قال كأن جاوز منكب المتوضئ أو ركبته وإن عاد لمحله. تنتبهون لهذه العبارة منتبهين؟ لا، لأنه حتى وإن عاد، هذه غاية لتعميم الحكم، حتى وإن عاد إلى محله فهو مستعمل. طيب الماء الذي ينتقل من يد إلى يد أخرى مستعمل. لكن سيأتي سؤال، طيب الماء الذي في يدي اليسرى ده هو في الحقيقة حينما أخذ الماء بيدين كذا هو قاصد الاغتراف بهذه، يغترف بالماء ليغسل بها اليمنى، ما هو لم يضع الماء في اليدين اليمنى واليسرى لطهرهما، إنما للغرف، بعد ذلك يصبه على يده اليمنى، فهنا انفصل من اليد اليسرى إلى اليد اليمنى، هنا حصل حصل انفصال. لو أنه مثلا نوى غسلهما في هذه الغسلة، نوى رفع الحدث عنهما، هنا يحصل الانفصال، يحصل ليه الانفصال، فتصير اليدان عضوان مستقلان. فهمتم؟ واضح الصورة؟ كاموا ولا ناموا؟ ناموا فهم ولا كاموا فهم؟ كاموا. طيب انتبهوا، إذن عندي أنا أخذت الماء من الإناء وناويا طهرهما، هنا يصير بمجرد أن أعمل كذا انفصل الماء عن هذا الكف فصار مستعمل. لكن لو أنا أغرف، إذن أنا ما نويت الطهر لليدين إنما نويت الاغتراف، فهمتم؟ يعني إدخال يدي إلى الإناء واستخراج الماء بهما ما كان على قصد الطهارة، إنما على قصد الاغتراف. أين يأتي قصد الطهارة؟ حينما أبدأ بصب الماء على اليد اليمنى أو اليسرى، فهمتم؟ فهنا يأتي وصف التطهير، وبالتالي يأتي حكم الاستعمال. ما عندناش استعمال في هذه الحالة، لأن هذا الانفصال انفصال من آلة، اليد صارت آلة فقط للغرف، فهمتم؟ نعم. قال وإن عاد لمحله أو انتقل من يد لأخرى، نعم لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف إلى الساعد، اللي هي مسألة الاتصال الحكمي، وإن كان في الحس انفصال، اللي هي مسألة التقادف، هذه ما شرحتها لكم. لا يضر في المحدث انفصال الماء من الكف إلى الساعد، اخترقه الهواء لا، لكنه في الحس نعم، فهو في الحس منفصل ولكنه في الحكم متصل. ولا في الجنب انفصاله من الرأس إلى نحو الصدر مما يغلب فيه التقادف. فهنا في الصورة في الحس انفصال، ولكن في الحكم اتصال، في الحكم اتصال، فالماء ما زال على طهوريته ولا نصفه بالاستعمال. فهمتم؟ واضحة؟ واضحة يا أيمن؟ واضحة؟ نعم. قال فرع سيتكلم الآن عن الشرط الرابع. ما هو الشرط الرابع؟ عدم نية الاغتراف. يعني إيه هي نية الاغتراف؟ سيقول لكم. طيب نقرأ أولا. قال فرع لو أدخل المتوضئ يده، أدخل المتوضئ يده بقصد، انتبه لهذا العبارة، لهذه اللفظة، بقصد الغسل أو الغسل عن الحدث، بقصد الغسل مش بقصد الاغتراف، بقصد الغسل عن الحدث أو لا بقصد بعد نية الجنوب مثلا في الغسل مثلا، أو يعني أو لا بقصد، هنا نعمل فاصلة، هنا نعمل
فاصلة أحسن بعد أولى بقصد فاصلة. لو أدخل المتوضئ يده بقصد الغسل عن الحدث أولى بقصد، هي مسألة الإطلاق أطلق، ما قصد الاغتراف ولم يقصد الغسل. ثم ماذا فعل؟ قال بعد نية الجنب أو تثليث وجه المحدث أو بعد الغسلة الأولى، إن قصد الاقتصار عليها بلا نية اغتراف ولا قصد أخذ الماء لغرض آخر، صار الماء صار مستعملا بالنسبة لغير يده، فله أن يغسل بما فيها باقي ساعدها باقي ساعدها باقي ساعدها. هذه مسألة نية الاغتراف أو مسألة الاغتراف، مسألة إيه؟ الاغتراف. يقول إن الشرط الرابع من شروط الحكم على الماء بالاستعمال عدم نية الاغتراف. ما هي نية الاغتراف ومتى محلها؟ قال نية الاغتراف أن ينوي المتوضئ، لأنه أن ينوي المتوضئ بعد غسل وجهه غسلة الغسل الأولى التي ترفع الحدث إذا كان أراد الاقتصار عليها، أو بعد أن يغسل وجهه 3 مرات إذا أراد التثليث. الآن سيدخل وقت غسل اليدين، الآن سيدخل وقت غسل اليدين، قبل ذلك لم يدخل وقت غسل اليدين، هو اغترف ليتمضمض، اغترف ليستنشق، اغترف ليغسل وجهه. اليد تدخل إلى الإناء وتخرج، لكن ما جاء وقت غسلها. متى يأتي وقت غسل اليدين في الوضوء؟ بعد استيعاب الوجه بالغسل، مش كده؟ بعد استيعاب الوجه بالغسل، يعني بعد غسل الوجه غسلا معتدا به. فإذن الرجل متوضئ أراد أن يرفع حدثا أصغر، فغسل وجهه غسلا معتدا به، بأن غسل وجهه غسلة واحدة فقط وأراد الاقتصار عليها، أراد الاقتصار عليها. الآن الإدخال اليدين إلى الإناء بقصد بقصد الله أعلم، ربما الآن دخل وقت غسل اليدين لأنه غسل وجهه خلاص، غسل وجهه، دخل وقت غسل اليدين. حينئذ لما أدخل يديه في الإناء حصل أن اليد ارتفع عنها الحدث، فلما انفصلت عن الماء صار الماء الذي في الإناء قليل مستعمل لانفصال اليد عنه، ما بقي من الماء في اليد ارفع به حدث اليد لأنه ما زال متصل. الماء المتبقي ده حكمه القليل ده مستعمل. لماذا مستعمل؟ لأنه حينما أدخل اليد إليه بعد تمام غسل الوجه غسلا معتدا دخل وقت غسل اليدين في رفع الحدث. فماذا نفعل إذا ما أردنا أن يبقى الماء طهور؟ ننوي نية الاغتراف. فهمتم؟ ننوي نية الاغتراف. فهمتم؟ إذن محل نية الاغتراف في حق المحدث حدثا أصغر متى؟ بعد غسل الوجه غسلة واحدة إن أراد الاقتصار عليها، أو بعد غسل الوجه 3 غسلات إن أراد لي التثليث. حينئذ دخل وقت غسل اليدين، مفهوم؟ إذا ما أدخل يديه في الإناء الذي فيه ماء طهور قليل ما فيش مشكلة، لكن ينتبه لابد ألا يعني أن ينوي نية الاغتراف قبل إدخال اليد إلى الإناء، مفهوم؟ قبل إدخال اليد إلى الإناء. فإذا ينوي الاغتراف قبل إدخال يده إلى الإناء ثم يغترف الماء فيغسل بما في كف يده في كفه من الماء يده، والماء المتبقي في الإناء ما زال طهور. بنية الاغتراف حافظ على الماء المنفصل القليل الذي في الإناء، حافظ على طهوريته. فهمتم؟ بس انتبهوا شوي ما تخافوش، حنبين لكم المسألة بعد ذلك، يعني هذا رأي فقهي صعب شوية. ايه ده نية في نية، يمين في يمين، هذه شغلانة طويلة عريضة. ما فيش هذا المسألة الآن عندنا الشافعية مقررة كالتالي. إذن هذا إذا ما أراد الاقتصار على الغسلة واحدة. طيب إذا ما أراد التثليث
بعد غسل وجهه ثلاثاً، يدخل وقت نية الاغتراف وقبل أن يدخل يده في الماء. طيب إذا ما أدخل يده في الماء بعد الغسل ثلاثاً ولم ينوي الاغتراف بأن أطلق أو بأن نوى غسلها عن الحدث، سيصير إيه؟ الماء القليل بعد خروج اليد عنه مستعمل، ويبقى الماء الذي في يده طهور ما دام مترددا على العضو. فهمتم؟ مفهومة؟ حلو. طيب وفي حق الجنب متى نية الاغتراف؟ بعد نية رفع الحدث وقبل إيه؟ قبل مماسة الماء، لأن الجنب عضو كعضو واحد. مفهوم؟ الآن الجنب لما عنده كوباية، يعني عنده حوض كده، عنده إناء جيركل، ولا عنده بالدي، أنت تقوله بالدي، لا بالدي، يعني الإناء الكبير ده فيه ماء تقريبا دون القلتين، وهو بيأخذ المية وبيغسل ناوي رفع الحدث الأكبر. إذن كل مرة بتغترف، أول ما تقول نويت رفع الطهارة للصلاة أو نويت رفع الحدث الأكبر، قل نويت الاغتراف. فهذه النية الثانية صارفة عن إيه؟ صارفة لأن يبقى الماء مستعملا بالغرف، لأن الجنب كله كعضو إيه؟ واحد. هذه هي نية الاغتراف. طيب نية الاغتراف هذه لابد منها ولا هي حاصلة أصلا؟ هنا مسألة الإيه؟ هي حاصلة أصلا، ما في أحد يدخل يده في الإناء إلا هو أصلا قاصد إيه؟ الاغتراف، ما هو لا يقصد أن يغسلها داخل الإيه؟ الإناء. لهذا يعني يقول الشيخ الايه الشيخ بمخرمة: لا يشدد العالم على العام بنية الاغتراف، بل يفتيه بعدم وجوبها. ليه؟ لأننا لو شددنا على، احنا اولا نقرر له، نبين، نتفقه، بعد ذلك نفكر كيف نخرج، يعني كيف، ما هي في الواقع. في الواقع نية الاغتراف حاصلة، ما من واحد يدخل يده في الإناء إلا وهو ينوي أن يغترف، لا ليغسلها داخل الحوض، يعني داخل الإناء، مش كده؟ إذن هذه هي نية الاغتراف، هذه هي نية الاغتراف، ما فيش حاجة تانية، أليس كذلك؟ أنتم محتاجين حاجة تانية؟ عاوز تكون موسوس؟ ما فيش مشكلة، تطلع لنا شيطان من داخل حوض المياه. الموسوسون هنا يكونون. تجدوا بعد كده نية الاغتراف، بعدين مش نية الاغتراف، بعدين نية الطهارة للصلاة نفسها يكررها ألف مرة كأنها ذكر. الوسوسة تأتي من هنا. فالأولى عدم الإيه؟ عدم يعني التشديد في مسألة نية الاغتراف، عدم الإيه؟ التشديد في مسألة نية الاغتراف، إذ هي حاصلة في الواقع، حاصلة، ما من أحد إلا وهو يستحضرها في نفسه وهو إيه؟ يغترف الماء من الإناء القليل، يغترف من الماء القليل، مش كده؟ ناوي يعني الاغتراف، مش ناوي غسل يديه داخل إيه؟ الإناء على نية رفع الطهارة، مش كده؟ لهذا الإمام العز بن عبد السلام أفتى بعدم وجوب نية الاغتراف. فإذا ستصير عندنا شروط الحكم على الماء بالاستعمال كام؟ ثلاثة وليس إيه؟ أربعة. لكن إذا ما اعتبرنا نية الاغتراف شرطاً ستصير أربعة. مفهوم؟ قلة هو الاستعمال فيما ما لابد منه، قلة الماء، انفصاله، عدم نية الاغتراف، عدم نية الاغتراف. إذا ما أخذنا برأي العز بن عبد السلام والإمام الشاشي وكذلك البغوي وكذلك ابن العجيل وأيضا الإمام الحجة الغزالي وكذلك الإمام المزجد، هؤلاء عدد من الأئمة في المذهب اعتبروا عدم نية الاغتراف، لم يشترطوا نية الاغتراف. وقد نظم ابن المقرئ هذه الشروط، أو نظم هذا الخلاف في قوله: أوجب جمهور الثقات الظراف عند التوضئ نية الاغتراف من بعد غسل الوجه من يلغيها، فما يلغيها فماؤه مستعمل بالخلاف. ووافق الشاشي بن عبد السلام على إهمالها، والبغوي ذو العفاف، وابن العجيل الحبر أفتى على إهمالها، والحبر فتواه كاف. هذا الخلاف احفظوه، موجود في البغية عندكم، الأبيات هذه المنظومة موجودة في بغية المسترشدين.
موجودة في بغية المسترشدين. يعني بغية هذا كتاب عظيم ومفيد جدا. انظروها موجودة في بغية المسترشدين، احفظوها تمام. في الدرس القادم ستسألون عنها إن شاء الله تعالى، والله أعلم. بعد ذلك قال إيه؟ بعد ذلك قال وغير متغير، يعني سيتكلم في السالب الثاني من سوالب من سوالب إيه؟ الماء، من سوالب الطهورية عن الماء المطلق، من سوالب الطهورية عن الماء المطلق، وهو التغير بالطاهرات تغيرا فاحشا. ستة شروط ممكن نقرأه سردا كده، ولكن ستة شروط. واحد، الشرط الأول أن يكون التغير، أن لا يكون التغير بنفسه، أن لا يكون إيه بنفسه. الشرط الثاني أن يكون إيه، أن يكون بمخالط. الشرط الثالث أن يكون بمستغن عنه. الشرط الرابع أن لا يشق الاحتراز عنه. الشرط الخامس ألا أن يكون بحيث يسلب اسمه. الشرط السادس أن لا يكون بملح مائي أو تراب. هذه ستة شروط، إذا ما توفرت في هذا المغير، إذا ما توفرت في هذا الماء المتغير بشيء من الطاهرات، حكمنا عليه بالتغير، وسلبنا عنه وصف الطهورية، الستة شروط موجودة عندكم في حاشية الكردي على المنهج القوي، ستة شروط ذكرها العلامة الكردي ومنصوص عليها في البغية أيضا. ستة شروط، يعني انتبهوا لها، في الدرس القادم إن شاء الله نشرحها ونبين ما تحتوي عليه إن شاء الله تعالى في درسنا القادم.